مرحبا جميعا، كيفكم؟ يا رب تكونوا طيبين. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد، واليوم اكيد حنلعب لعبة سبيكا اكس دي. وتعرفون حيكون الفيديو عن ايش؟ اكيد عن ايميل جديد. بما انكم سمعتوا انه الايميل هذا حيكون فيه ريبورتات وكذا اشياء، فخلوني اشرح لكم عن الايميل واقرأ لكم وبعطيكم اسرار الايميل وايش الاضافات الجديدة وكل اشي. جايز، تتذكرون في الايميل القديم اللي هو اخر ايميل نزل، جوسب جير قالتنا انه ما في شيء جديد، واذا حابين تتأكدون حاضيف لكم صورة للعالم، وضافت لنا صورة للعالم وكل لاحظ انه في تغيير في مبنى تبع الريبوتات. فيبجايز، وهل توقع كان صحيح للي الكل توقع؟ فيبجايز، هيكون التحديث عن الريبوتات ويعني تحديدا في بناية الريبوتات هذه. جايز، فيلا جايز، خلوني اول اقول لكم ايش هي الاضافات اللي حتكون. جايز، حيضيفون مجموعة ريبوتات مرة كثيرة، وحيضيفون لعبة جديدة بتخص الريبوت تبعنا. خلونا اطلع استخدمه قدامكم. انا مغيرة لونه باللون الازرق زي ما سايكو اختاره، وهذا الريبوت كان فيه بس قوتين اللي هو قوة القفز وقوة الطيران. طيران بس يعني في شوية كذا يعني. مرة كان حلو، كل حبة لما اجا وكان فيها الوان كثير. خلوني اروح اوريكم الالوان اول اشي للي ما شايفها. جايز، هذه هي الوانه، مرة كثيرة وسعرهم مو غالي يعني. بتشوفون كيف الوان مرة حلوة. جايز، هذا تبعي، هذول الباقيين، هذا اصفر وهذا اللون الاصلي. جايز، فيب جايز، الحين بدي اقرأ لكم الايميل لانه والله مرة متحمسة بشوف ايش الاضافات الجديدة وبشوفها معاكم. جايز، ويت عن روبوتي، هذا وانا. اوكي جايز، الحين متحمسين بشوفوا الاضافات الجديدة؟ انا والله مرة متحمسة كتير كتير كتير. يلا بينا بنروح نقرأ الايميل الحين جايز. اوكي، يلا بينا. اوكي الحين بلشت. هذه جوسب جيرل عم تقرا لنا عن الايميل. اول شي بيقولوا لنا هاي سايكو جيمين. الحين بنبدا نترجم ونقرا. جايز، اوكي، بيخبرونا هل تصدق انني نظرت الى صورة كوننا في نهاية البريد الالكتروني الاخير واكتشفت انه كان هناك بالفعل مفسد هناك، لكن كن مطمئنا، لم يكن أي شيء كنت تتطلع إليه، أو أنك طلبت الكثير، أو أنك قدمت الكثير من النظريات حول. قف، انتظر دقيقة، دعني أتحقق من ملاحظاتي. في الواقع هذا كل شيء. عفوا. أوكي، بتحكي لنا أنه عن الإيميل القديم زي ما قلت لكم أنه كان فيه تسريب واضح، وبتقول أنه إحنا ما قدمنا نظريات كثيرة عن هذا الإيميل، وبالفعل يعني ما كان إشي واضح. فيبقى خلونا نكمل. معركة ميكاس، ساحة الروبوت جاهزة رسميا، ومع ميزة جديدة تعد بضخ الادرينالين، معركة ميكا. في الحظيرة يمكنك استخدامها للقيام بالمعركة، وما عليك سوى الصعود الى الميكا الخاص بك ومحاربة موجات روبوتات العدو القادمة اليك. كلما كان ميكا افضل، كلما حصلت على ابعد من ذلك. اوكي، بيحكون انه حتكون في ساحة روبوتات رسمية عشان القتال، ولازم بنقاتل الروبوتات. الروبوتات بيسموها ميكا يعني ما ادري ليش، المهم هذا اسمها ميكا. كلما كان ميكا افضل لقد حصلت على ابعد من ذلك، يعني كل ما كان الروبوت تبعك افضل حتفوز اكيد. فيبقى خلونا نكمل. هو هذا الروبوت، بتشوفون اعداء، فاعتقد حتكون كذا قتالات، بس الروبوت مرة كيوت وغضبان. اوكي، بنكمل ونقرا الايميل. جايز، مراسلي، كنت مستعد لتجربة معركة ميكا الجديدة والحصول على كل القيل والقال، ولكن هل تصدق ان دريد بوي طلب ان يكون مراسلي هذه المرة؟
أراد أن يكون أول من يختبر كل شيء، واعتقدت أنه كان رائعاً بينما كان يلعب ويلتقط كل هذه الصور من أجلك. كان لدي الوقت للتحدث إلى صديقه الصغير الغريب بورورو. كان لدي حس بأنه يعرف الكثير عن التحديث التالي، وكان شعور الداخلي صحيحاً. التقطت الكثير من المفسدين، لن أخبرك الآن. العودة إلى الصور التي أعرف أنك تريدها. أوكي، بيحكون أنه دريد باي هو اللي كان يبغى أنه يعني هو اللي كان يبغى أنه بيصور هذا التحديث ويكون أول شخص بيجرب الروبوتات جايز. وبالفعل هذه الصور اللي التقطها، وبما أنكم عم بتشوفون أنه دريد باي هون ويب جايز، مثل ما تشوفون أنه في بداية الجيم في إعدادات سيتينج أنه تختارون الكف تبع الريبوت عشان تلعبون فيه، ولازم يكون اختياركم يعني صح عشان بتفوزون عن العدو جايز. اوكي، خلونا نكمل ونقرا الايميل. اجمع اصدقائك، اجتمع مع 3 اصدقاء اخرين وتوجه الى الساحة الجديدة، لان المعركة على وشك ان تبدأ. ولكن لا تعتقد ان هذه المهمة ستكون سهلة، لتعني عليك هزيمة روبوتات العدو في موجات مختلفة تصبح اقوى واقوى. اوكي، في عم بيقولون انه اجتمع مع 3 اصدقاء وتوجه الى ساحة القتال، ساحة المعركة، ولا يعني هالمهمة مو سهلة، لازم انكم تهزمون الروبوتات كلها. يس جايز، خلونا نكمل. قبل ما نكمل عم بتشوفون اشكال الروبوتات الجديدة، اعتقد هذا تبع الادمن، وذاك تبعني بداها بتشوفون انه في عصاية، هذه في حفارة، وهذا كمان في زي هذا كمان لا هذا ما ضايفي له، حاطي له تبع طيران. اوكي، خلونا نكمل الايميل جايز. لقد فكر إيريل في كل شيء، هل تحتاج إلى القليل من المساعدة؟ لقد فكر إيريل في كل شيء. لقد غيرت الإصدار الحالي من ميكا الخاص بنا عن طريق إزالة ذيولها لجعلها أكثر مرونة، وأنشأت أجزاء فريدة يمكن إرفاقها حتى تتمكن من تحسين ميكا الخاص بك والحصول على مزيد من ذلك في المعركة ضد الروبوتات. ومع الأجزاء الجديدة والاستراتيجية الصحيحة، أراهن أنك وفريقك ستفوزان. أوكي، بيحكون أنه يعني عدلوا على الروبوت وبيضيفوا له يعني كذا مجموعة قطع بالساعدة تفوز، وانه حيحذفون الذيل ذا تبعه لانه بيعيق القتال، وهيك يعني هذا اللي فهمته جاي. اوكي، خلونا نكمل. هذه هي اشكال الاسلحة اللي حنضيفها للروبوت، كل سلاح وإلى قوته. هذا السلاح الاول زي المعالج بعتقد، خلونا نترجمه بسرعة. نحن بحاجة الى الشفاء، تستنزف هذا الدرع HP من الروبوتات العدو وتعيد الحياة إلى المكان الخاص بك. مثل ما قلت لكم ذا تبع الشفاء، يعني لما نخسر بيعيد الحياة لنا. أوكي، نكمل. هذا شكله تبع الحفارة. حان وقت الهجوم، يطلق هذا الدرع تدريبا يضرب روبوتات العدو من البعيد، بما يجعله مثالية لهجوم سريع وحازم. أوكي، هذه حفارة بنقدر نضرب العدو يعني من بعيد، وهذا بيساعد مرة. اوكي، نكمل. تفادي الخطر، استخدم العجلة للتحريك بشكل اسرع وعدم تعرض للضرب او الاقتراب من هدفك. اوكي، بيحكونا انه هذا عجلة بتسرعنا عشان بنروح للهدف او للعدو، او يعني نهرب منه يعني هيك شيء. هذا ايش؟ خلونا نشوف. لا تنسى عنصر المفاجأة، استفد من الوصول الفائق ذراع لضرب الأعداء من مكان آمن والقبض عليهم على حين غرة. ما فهمت بصراحة، بس أنا أعتقد حسب اللي فهمته أنه حنضرب الأعداء يعني من بعيد أو هيك شيء، يعني بنفاجئهم. ما أدري، لما يجي حنفهم قوته. لكن كن حذرا، تحتاج إلى تخصيص ميكا قبل دخول الساحة، لا ندم لمنتصف المعركة إذا كنت ستخسر، أليس كذلك؟ أوكي، بيحكون أنه قبل ما نروح للمباراة لازم بنخصص الميكا تبعنا الروبوت، بنحط له السلاح المناسب لأنه عشان بعدين ما ندم إذا خسرنا. فمثل ما شوفتكم الإعدادات اللي قبل اللعبة وبنختارها.
وحيد القرن في القتال. تذكر أن ميشا لديها مساحة مثالية لحيواناتك الأليفة الأكثر شجاعة والتي لن ترفض أبدا خوض معركة حقيقية. هل تشعر أن حيواناتك الأليفة هي أكثر من شخص منزلي وتفضل البقاء في المنزل ومشاهدة التلفزيون؟ لا توجد مشكلة، تعاون قريب العالم لإنشاء حيوان أليف معطش للنصر. يحب حيوان يونيكورن روبوت الأليف مرافقتك في المعركة ورؤيتك تفوز. أوكي، بيضيفون هذا اليونيكورن لأنه بيقولون أن الحيوانات بتحب تبقى في المنزل يعني، وبشهادة الفوز هذا العنصر بيحب مرافقة الروبوت وبيشوف المعركة جاي. أوكي خلونا نكمل. مثل ما عم بتشوفون في ملابس جديدة، انها معركة الازياء. مهلا مهلا، لمجرد انك ذاهب الى المعركة لا يعني انه يجب عليك التخلي عن الاسلوب. قم بتخصيص مكان خاص بك وارتدي ملابس المعركة وتجول كمحترف حقيقي في المعركة ضد الروبوتات. اوكي جايز، بيحكونا انه هذه المعركة يعني ما تخلينا نبتعد عن اسلوبنا في الازياء وكذا، فحيضيفون ملابس مرة كيوت. وبصراحة مرة عجبني الوردي والاصفر، حتى البنفسجي كيوت بس خصوصا الوردي هو نمبر 1. اوكي جايز، بيحكوا لنا اشي عن الايفنت باس. وقتك لم ينتهي، استفد من نقاط الخبرة المزدوجة لانها تسريح الحدث الخاص بك. اوكي، بعتقد انه بنقدر يعني نطور الحدث تبعنا بسرعة. وبالنهاية جوسيب جيرل تقول لنا learn to fight يعني اتعلم القتال. ويب، هو هذا كان الايميل. مثل ما عم بتشوفوا الايميل مرة مرة كان كيوت جايز، وبصراحة حبيته جدا جدا. كم تقيمونه جايز هذا الايميل؟ انا بصراحة بقيمه يعني 8/10. حبيت فكرة انه معركة كذا، ومرة مشتاقين لألعاب جديدة عشان نلعب مع اصدقائنا ونستمتع. ويب جايز، متحمسة جدا جدا لهذا التحديث. هينزل مثل ما اقول لكم يعني الخميس او الجمعة او بشكل اكيد يعني. وإذا ما حبوا ينزلونه يعني بهذه الفترة، حينزلونه يعني بعد إيميل جديد فيه يعني تسريبات أكثر. ويب جايز، هو هذا كان التحديث. ولهون حانهي الفيديو جايز. لا تنسوا تحطونا لايك وتسوونا شير وسبسكرايب، وبشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله مع تسريبات كتير وتحديثات وشرح وكل إشي وكل إشي جايز. أوكي جايز، باي باي، I love you guys.